حليلي مال خبزة مشومة مال خدمة مشومة يا حليلي، ما ضاقت بهم الدنيا مقوني يبعثوني في عرقوب جبل مقري العمر الأزرق يا ربي حاني. الله لا يربحك، الله لا يربحك اللي في بالي. عادي بروحي هز الكرتابة وخارج ونتمشى هك ونترنقش لعب فيها كذا من السهل ونقول لك ونترفع. يا يما حنا راني روحت من هنا اختارني يا اخي. احليلي يا احليلي يا احليلي انا نزلت. الله يا سيدي خلينا نصلحه، نزعم ندب كرة الثانية ولا ندب بالامتحانات. تعرف كيفاش نبدا بالامتحان الاولاني؟ قال هاني داخل هاني داخل. ادخل 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 يا تعشيش. ادخل ادخل احلي وينك يا استاذ؟ هاودي هاودي ترنخت ترنخت روحتك الفلوس روحت مش الموت بيك لطف الله ما عندك سوى. هاودي كنت نقري وخرجت وشادتني نمطر خيتين من سماء ولد عمي جيت نجري هكاك زرقت بيا ليش نجي نتكلكم في الحماده هكاك كثرش كرايمك. هاودي لا قلت لك الحمد لله الحمد لله هذيك هي الفايده ما دام كرايمك لاباس ما تخاف حتى شيء البروده ما عليها ما تمشي. مش الموت في حاله مش الموت. لا ما شاء الله عليك عجبتها في الامتحانات توك ولا الصغار كل سالوا عليك. ها ودي عادينيها مكملنا امورهم واضحه هاني تو مش نصلح هاني اللي كنت عامله لربي وانت هك طليت عليك. مش عامل مال الاستاذ لاباس وانت كسبة اه كسبة طليت عليها قبل الليل. تصدق ولا تكذب بتعدي من هنيه قلت خلنا نتعدى التعجيج ناس هلا يحبش يشري شوي زيت هات نعرف راه الواحد يقول لي يخدم معلم يخدم معلم تعرفك الماكله على الترد ولا يات على الزرزور واكليكم بالعياط. هي كانت تبع هذا وثم شكون يبيع هذيك في المعصم الديقه ب 30 ما غرضيش ولا لحاجتي عندي جهد نايم. نحن منحه العوده اسمها منحه العوده المدرسيه راهي بلاد راهي بلاد يزوق منها البقر منحه العوده المدرسيه هذه راهي مال في صبوها لنا. بالله نسالك سؤال ما صبوهاش المنحه ما صبوهاش انتو تعرف يا تعجاج راني مدي معاه الحق راه كنت نقولها هكا هكا انت تقري ما شاء الله عليك الكل كيشكروا فيك في الوتيد زاد ما تغرضش زاد في حتى في الاعداد بتاع الغبر. لكن يا رسول الله منحه الحوده المدرسيه منحه الغبره منحه التبشير منحه النقل يا راك خليتونا بالمنح ما ثم حسوا بينا راهي البلاد في ظرف خاص وحروب وداخله بعضها يا رسول الله ما يجيش راهو هكا ما يجي. اما تو نجيب لك يترزيت والله عندك يترزيت تو انت تحكي والله قسم زايد والله زايد قلت ادخل وندم منحه العوده انت تعرف شنو منحه العوده هذيك هاو اللي يحكوا قاعد منحه العوده ثلاثه دور ويعطونا فيها بلا هنا كل عام كي نازل ما نشري ستيلوات جدد ونشري كراسي جدد وما حفظه جديده كل شيء نشري كيما الصغار هنا محفظه تتكلم 400000 راه هنا ما نخش على الطبعه هي هذوك معاد ندفعهم من جيبي انا ما لا فرنت اجيبو طبيب من السبيطار وقولوا له بالله ماك جاي تخدم جيب السكانير نتاعك في ديك وجيب الساكرات نتاعك في ديك وجيب انا زيد سي عجاج راني عاذركم ني ماني جايك راهو يزيدوك الملح ولا باش نحي في الملح ربي يزيدكم ليه جاي على الورس بي معاذ ولدك ايه. اش بي الحق بتاع ربي ني راني نقول لك الحق راك عامل اول ما دزتش معاه صحيح دارتني في الاوتيل وني والله العظيم ريت انسى رجاء والله يتحول فيه قالت لي معاذ والله ما قريك قلت لها والله يطب لك وتعارك لي والمراه على خاطرك انت هاي سيدي اصبر لي اصبر على معاذ ولدك ايه. ها ومبركها يا ربي حاني اول ورقه عندي معاذ ها اول ورقه معاذ هاي سيدي ها والنص جبت لولدك انت يا قرا سنه خامسه عملت امتحان وحده وحده قلت باش ما يقولوش اش حولك معاذ ها خشين ولا هاي شوف مش نجيها مش نشوف نطول ورقه طول لحظه سيدي. وقف ربيع قرب السبورة وأنشد عاد أبي للدار من عمل النهاري. أش قولك فيه؟ هاودي ليه كاتبها ذي؟ كل التلاميذ يرددون الأنشودة في فرح وسرور. أو السؤال بتاع سنة خامسة عملته له. ألون اسم الطفل المذكور في النص، مش يلون لي اسم الطفل. أو مش كاتب ذي؟ إيه هاون قرب السبورة يلون. ها قرب السبورة الأول قرب السبورة ماذا شين؟ أنت عارف السؤال اللي بعد أضع العلامة قاطع مقطوع أمام الجملة المناسبة للنص توا ما تعو معاذ ولا قاطع مقطوع يا يهديك ربي معاذ والله لقطع واحد أختم بالله باكر في الجامعة ريتا وبرغم نهار كلك شد فيه من وذنين وملبع عليك قلت له يقول لك برا جيب لي حاجة برا قضيب
مش يقطع تو يقطع هات الجيرية المستويات بتاع الذر وتطيحوا فيهم تقرب ربي ولا العبد. انا لا يربحك انا لا يربحك انت مو عاد ولدك هاودي قاطع ومقطوع العلامة قاطع ومقطوع اي ما تقطع واحد ماشي كلمة جملة تفصيل هاودي ليلا هني بتاعت المكتوب خو هلا يا تقطع بمسلك ان شاء الله قلت لك هو يحطني في الجواب ما يا سيدي نتعادوا سؤالي اللي بعده عاد ولونوا ما هي خطا ولونوا صعيب عليه اكتبوا نعم او لا قلت له اكتب نعم او لا هي هاو قال له ما يقول نعم هاو قال له ها ودي ما جاب لي حتى سؤال صحيح حتى سؤال ما جاني صحيح اخذت لهم في نيه طو لهم روحك راه يقرا في الوتيد عندك انت هذا السؤال اللي عندك انت هذا شو دخل الوتيد هاو دينا لقيتو خمسه ابتدائي يقرا خمسه ابتدائي اسمه عشيقني لا لا من الرابعه عطيتهولك لي الزين جبتهولك العظام جبتهولك فراج عربي جبتهولك والله شاك عاد استعجل ماشي شاك ما راش متفاهمين هكا راه تو سامحني تو مش والله بالحق بعد تو انت عديت عمرك كامل تحسن فينا نحن المعلمين عديت عمرك كامل وانت تجي في العظام وتجي في الجيش ولدك ضريته اهلكته في السنه الاولى نجح ظهر لي صرف عليه يقنا 20 عتوقه و40 حراره السنه الثانيه نجحته كيف كيف وانت بكاميونك تخرط وتمرط على المعلمين وتبوس وتجبي ومركح العساس عاد ما نعرفش العساس كيجيني يقول لي ياهي ياهي بجاه ربي ولد سنقع ما فيش بيها لا 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 قالوا لي حتى لو كريدي في الحانوت خلص عليه وتحب ولدك معناها يطلع قرايه راك ضريته راك هلكته راهو السبب المصيبه انت راك سايب الطفل خليه على روحه هي يا اخي انا كان نقري في الوتي هذا مش على كان تقرا في الوتي هذا ولدك ما عادش يقرا برا تقول القارين عند رجاء تقول القارين عند رجاء تقول عند رجاء جايبي ماي رجاء سيدي رجاء راه يتعش تعرف الوتي ده رجاء راه يتحط في الطاش على بعضه انا ما عنديش الطاش راه 18 و17 ما تدبش خلاص نا في الاخر راه في الاخر بقول ضميري ديما ضميري هو نحكم تو كي نلقى ورقه كيما هذه حتى سؤال ما هو صحيح سنه خامسه جبت امتحان تاع سنه الاولى وما جاوش عليه بالصحيح عاش تحبني نعمل يا سيدي يا سعديل يا سعديل يا سعديل كم ادب شد الزم حالنا ونزل معك تو بجاه ربي تو قاعدين نلوجوا على عديد وعلى الواحد شكون ما ادري يتبع فيكم تو ما داري شوي وخينا يا اخي بنات الواحد يشمد هاي اصبر وش تي وقر باش نكذب عليك ها هو اختبار الثلاثي الاول فنقاط العلم هذا جبته ولدك انت مش عادي سنه خامسه راه شوف السؤال فلقاء سنه خامسه سنه خامسه راه طايت علي اربطوا بدائره مغلقه هي. الحيوانات التي تشبه بعضها حطيتوا بقرات حطيتوا حصنه حطيتوا على ليش قلت له دورهم على ليش وحدهم افرز لي البقرات وحدهم الحصنه وحدهم اش عمل حسب لك انت شوف الورقه شوف الورقه وش عملت ولدك شوف اش عمل ها حتى البقر مع الغلم هي بقلب مع الغلم ما تعرفش من بعضها يا ولد نتجلك نار نتجلك نار نتجلك نار خل البقر والغلم ما يتلاحش مع بعضها يا ولدي اش قلت له حتى معهم كلب هو غادي كلب غادي وعده ها ولدي يلا يعطيك كلب ليك وليك قلت لك وازيهم لي وازيهم لي خلي ضيع على شاب جاتو من اللوط بدلته قلت خلنا نوعلو انا ماني عندي البداغوجي خلنا نوعلو قلت له عندك شويه خضار وغيره عندك كارتين رزاص وكعيبتين تفاحة هم وكارتين سبنيريا وراس بصل باه حط لي كل خضرة ولا كل غيرين كيف 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 بعضاهم حطهم في خط مغلق ايش عملنا يا رسول الله انا عملك سلاطة الله لا يربحك راهو قلب سلاطة منكم علاش هكا نقرني دمنا توني طايح في الويل وجاي نقطر تكثير ونزيد نحل الكراسة وسع بالك هو سابقا بس ما ولدك معاد ها مش نتعادل الامتحان اللي بعد ها هو امتحانات ولدك يا سيدي هذا نتاع الحساب يا سيدي نتاع الحساب ولدك راه سنه خامسه ديما تذكر ولدك سنه خامسه مش سنه الاولى هادشي قطع لك عرق راه بس عجيل يا سعجيل وسع بالك انت عجيل نكت بوصيه نتاعك انا جيت نسال فيك راه جيت نسال فيك وبرا ني والله قد عجيل خويا تحب تعطيه مزيان من عندك انت هذا مش تشني دز معايا شويه رسول الله باش ندز خليك ندز معاك وقت تقتل في الحانوت ندز معاك تدفين في الدخان ودبوس المية والعظام ندز معاك مثال وانت بتدز باش ندز انا طلعتي 10 اعطيها بتاع الحاكم 10 10 بلاي سايبه 10 عاش كذا عايش والله زقعت عايش كذا بلاي دز معاك دز معاك شوي دز اسمح ريت هذه ريت هذه بتاع الحسير طب بلاي على شك الست زيد حتى زوي يرحم الشيخ يرحم الشيخ زيد زوي والله ما تزيد اقسم بالله العظيم والله ما تزيد والله 16 16 16 والله لا يزيد والله الله لا يا رب والله ما تزيد زيد زوي حط له شنو يزيد زوي زيد زيد يرحم نقول لك الستك ايش خليهم؟ عايش سيدي باش تعرف ولدك خليت الستك عايش باش تعرف الستك ايش خليهم ولدك عايش سيدي اه واش خليهم الست السؤال اللي انا شو نقول لك
السؤال الاولاني، كم عدد الكرات؟ كم عدد الدماء؟ والله لا قد الكرة، والله لا حتى الكرة اللي تفرج عليها في الكرة قداش قداش واحد ياخذ حق قداش من كرة هذا عندهم؟ عندك هذاك واحد من فوق، زوز، أربعة، ثمانية، ثمانية. أنا اللي ربح كم؟ خمسة هذا. هو خمسة. هذي هم خمسة كرات. خمسة، هي خمسة خمسة. خليني نعرف خير منك، راك أستاذ أنت. ولدك كاتب لي ثلاثة. تلقى الكرة الأخرى فاتك قداش مرة يتلقى الكرة في الجيران، نحسبهم طيش عند الجيران الأخرين. هاودي اللي عندي على في الورقة اللي ربح، في الورقة، في الورقة. هاودي ما يحبش الكرة، والله لا يتبع الكرة. الست عايشة. أقسم بالله لا يتبع الكرة. أخذ الست عشان تعتهم الست، ها هما هنا. حسن الخط. أعطيتوا عليهم اثنين، حسن الخط راه الانضباط أعطيتوا ثلاثة، حسن السلوك واللي ولدك راهو بلا أزرقة أعطيتوا واحد، قداش طلع؟ ست. زيد زود حق تاع الجيرة تاع الأخوية عايش عايش ما سميش ما عندناش المنشور جاي عندهم زيرة يقولك حسن الخط حسن السلوك هذو نحطوا عليهم، ما باش نقولوا حسن الجورة كاش باش نقولوا؟ باش نقولوا باباه راهو صاحبي في القهوة ونقعد نوياها على باك حمدة في الحانوت نضربوا شكوبة ما تجيش ويات مش يخلوا الدنيا المرة اللي فاتت مفيدة دادت ستة من عندها مفيدة تزيد ما تزيدش ماشي غريب من الأول تخلي في فلوتي تخلي خليك من الأول هديت المفيدة خير راني في جمعة راهو شرح من الأول شرح على مفيد الناس كلها مشتلة والله ما جيت هذاك راك أنت تسمى غريت بي مستقبل ولدي حطمته ولدي كثرت لك راينا تحبوا أنتم عاد هذاك وتمشوا المفيدة واسمها هي وما يزيدوا في الأعداد ويعطوا ما أنا ما أعطيش طب كلها حمراء كلها حمراء ورقة كلها حمراء راني مش نن راني مش نتجلى راهو حمرا كلها ليش هو من الهاز ولا صحيح باه اسمع علاش اليوم 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 بس اليوم علاش غير واحد راني ريتو هشطر هذا يقول جبد عجنبه قال هاك نرجع فيه شوي ان شاء الله اليوم ملي جبت لهم سؤال عاي قلت ربي حني خلينا نزيد نعاون نعملهم الشفوي ماني الكتابي ما مشوش فيه نعاون بالشفوي قلت لهم احمد تسمع فيا؟ ايه احمد قلت لهم احمد ايش فيه؟ اشترى تفاحته هاي با اضاع تفاح كم بقي له من تفاح ارفع ولدك صم افرح قلت يا ربي حاني ها مش سوق زوج ثلاثه تو نوفي له مسج سد 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 هاش بي قال لي نمشي نستريح راهو جلطني راني 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 المره اللي فاتت شكالي منك باش ما باش ما بحال قلت شيء قال راهو في القصب ماهوش عام في معامله به وما عرفش حتى قالوا تي جبتها بالسيف المره اللي فاتت قال بالحق ولد طاطاس هسية يعامل فيه نهار كلك حاطه في لامه قدام نهار كلها يبي فاهمي ني ما يحبش يفهم ليه ما فهمتش ولد وني نقول ليه ما فهمتش ولد اخي ما يعرفش صغير تو في الخامس ما يعرفش في الخامس وني ودي راهو يكذبش في الخامس ني ودي حالي ريتا نتبع فيه من تولد من كرشم لا شديت عليه حتى قلت وما باش نقولك خاطرني وخيرك عارفك ما تجي في الامتحان وماكش تخليه عارفك ماكش تخليه هذا معاذ ولدك انت راني مازلت ما حطيتش الاعداد توا ها باش نحط توا الاعداد بالله اللي تحت ولد شكون؟ لا هذايا معاذ قداش خلاه؟ قداش خلاه؟ 20 20 على 20 هذايا معاذ ولدك انت قداش خلاه؟ شنو ها؟ شنو ها؟ اصبر يا هذايا معاذ ولدك انت قداش خذا السفر معناه او ما تقوليش الوزاره قالت السفر ما يتعطاش وما تقوليش الوزاره قالت انك نفسيت وتدخل بعضها وقريقه ذاك السفر وعدد كيما العدد الكل وكان مش هو السفر ما نعملوش حتى شيء في الدنيا ذي ونايا تو مش نقول لك حاجه اخرى هذايا خذا معاذ خذا بايت مازلت انت ما خذيتش بايتك هاي بايتك برا المندوبية برا الوزير برا حقوق الطفل برا لا يربحك برا 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 برا